الصف بس حد الرسام من الناحيه الثانيه. قل بسم الله الهرش. أفرش يا حبيبي. بس وخرج رجع بالراحة يا حبيبي. أيوة تنقير كده وخرج. شوف خرج من أسبوع. من أسبوع فيه أكثر من أسبوع. أيوة كلام مظبوط كده. بس حطيتها كده هتاع. دي هظبطها ليك كل وقت. هنظبطها الوقت نحط لها مرهم وحاجات كده. اهم حاجه المرهم تتحط على الرف. بس بس استوبك يا ريس. مش هتحس بيه. بس ايوه اهرش يا حاج. خرجت تعب الضفر كله. ايوه صل على النبي. سيب ده المؤقت. سيب لا ما تسيبش ما ننظف دي. ماشي نوقف يلا. بقول لك في الستور ما خسرناش حاجة يعني. بس هتلاقين معانا هنا الضفر من هنا مجلحف ناشف. جبتها بس الربط دي احنا بنربطها عشان خاطر نحافظ على بس نحدد الدين لها المحل. هتجيبوا لها شراب ولا؟ شراب ابيض كمان؟ اه.
مش عايز يخش. يخش. بس احنا اهم حاجه حدانا ايه؟ النظافه. النظافه لمده اسبوع 10 ايام. وما الطيب ها تحتها اه يعني اه والشرب اهي لبسه الشرب اهي وكده يبقى 100 عايز عقد 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 الله وبركاته على البلاط عادي بس الصاف بسم الله ما تخافش ما تخافش عبده خليك بس شوف الواحد التين ده حد غلط عليه عارف لما كنت تحتها نظيف احسن ده احنا عملنا لك ده انتوا عملتوا الطين ده عشان بيقول لك ده تدوس حلو في حته طريه طريه بس تبقى ايه؟ تكون سليمه ناشفه مش تبقى فيها طين الطين ده مش حلو هيخش في قلب الخراط بس دور عليك بس بسم الله الرحمن الرحيم الراس ازاي تبطب هنا في الجنب نجر يا استاذ على الراس خبط على الجار شوك شوك تطري رجع بس ورا كده هو ضرب اهو بس نشف فالتجلمه دي حلوه بقى مش هتحتاج ضفر ان شاء الله ايه الصاف مش بقى تبقى شايفك حاجه كده بس انت هتروق اسحب جامد ها الظفر مهري من تحت كده بس هو ده التعب ظفر عامل زي سوسه كده بين الظفر وبعض شوف اه دي سوسه اهي الظفر عندك اه حط عليها زبرته زبرته الاحمر ده والمطهر البتا دي اجمد جارالة لا ما في جارالة ده تعب حدا فلازم الزياده تروح هنقلمها كده وخلاص نزلها على الارض وارفع الدم ستوب اي مكان تحتها صبه مش صبه بس يكون ناشف تتريب التتريب حتى هيبقى احلى يا استاذ لا تتريب سيبني مثلا اه عادي وينشال ثاني يوم عادي الظفر اتقلم انت هتسيبها باشا بس يا عم ربنا يشفيها بقى